Le Mac du Weekend. مرحبا بكم هذا لوماك ويكاند عسامتكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا ان شاء الله نهاركم يتعدى كيما انتم تحبوه تابعونا بيان سور متى واحد تكشي نص النهار وتتفاعلوا معنا زيد سور نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام وتخليوا الاسئله نتاعكم لينا وتوت ليكيب ليكيب اللي نرحب عليها رحب بها ونقول صباح الخير نقوم نبدا بك انت ريم بونجور صباح الخير بونجور صباح الخير الناس الكل يسمعوا فينا وان شاء الله اليوم بشميسه وبالطقس الحلو نعطيكم حاجات اللي هما اليوم فريمون ايجابيه ان شاء الله يا ربي كيما كل جمعه معك انت ساعتك شوية نتيحوا شوية باش نحكيوا على حاجات اللي خليونا إيجابيين في المستقبل ونحلوا مشاكلنا زادة مش ديما الدنيا كلها ماشية بالكذا لكن اليوم غير ما باش نحكيوا على حاجات اللي هما نهار حد حشنا بيهم كيفاش نقعدوا في علاقات طيبة وكيفاش نكونوا عنا أصحاب وكيفاش نكونوا مؤثرين مع أصحابنا بطريقة اللي هي إيجابية وناجعة وسبكتو إفيكاس معناتها كي نقول فوالا هذا السؤال هذا السوجي نتاعنا بعد شوية مع كنت ريم سينو باش نحكيوا زادة على لي ريجيم وكيما نعرفوا الوقيت هذا بتدخل العباد بدو يحبوا يحضروا باش ينقصوا شويه اللي عنده كيلو زيد ولا حتى اللي يحب ينظم حياته دونك بونجور رضا العامري صحيلك مرحبا بيك معنا عايشك عايشك اليوم باش نحكيو على لو جون انترميتان الصيام المتقطع للناس اللي كسوا هو ميزانهم ايديال يحبوا يقعدوا في الميزان نتاعهم اللي هو متناسق مع حياتهم وعبد متصالح مع روحه يقدر روحه في المرايه يحس روحه مرتاح وبالعمر ماك تعرف واحد يزيد في الميزان دونك يحب ما نعرفش هذا بيان سور بيان سور هيك هاو لي هرمون الهرمونات دونك هذاك علاش بالحق سي تري امبورطون انه واحد يقعد في الميزان المثالي ويقول شنو هي الحاجه نمط العيش نتاعي في ماكلتي اللي يخليني في الميزان هذا المثالي نقول لك احسن حل هو الصيام المتقطع تري بيان دونك الصيام المتقطع نحكيوا عليه بالكدا كيفاش يتعمل خاطر فما حسابات زاده نتاع السويه ومع شكون يتمشى هل يتمشى مع الناس الكل وشنو ماكلتو يعني شنو يا شنو التغذيه نتاع وشنو الواحد لازم ياكل في الريجيم هذايا هو نظام غذائي دونك نحكيوا عليه بعد شويه معك انت روضه سينو نقول زاد بونجور الميرفات ميرو مرحبا شحويلك صباح الخير صباح التفاؤل يعيشك ان شاء الله ديما متفائلين اليوم باش نحكيوا زاد في سوجي يهم برشا عباد نمشي العباد اللي يخدموا في وهما يستقبلوا الناس والا اي عبد يحب يخدم الخدمه هذايا كيفاش تستقبل الناس بو امبورت شنو هي خدمتك فما مواصفات فما لازم مواصفات. تكون موجوده عندك باش نحكيوا عليهم مانيش نحكيو على الفيزيكا ليه لا بالطبيعه الفيزيك هذيك خلق ربي مانيش باش ندخلو فيه نحكي نذكر اللي انت خبيره في الاداب والسلوك باش نحكيو اليوم على معناتها صوره المؤسسه التونسيه على عبر العمال نتاعها سواء كانت المضيفات والا معناتها لي كوميرسيال ولا معناتها كيفاش اللي بدا في الاستقبال سي سا ان الصوره نتاع المؤسسه نتاعهم على طريقهم هما فوالا دونك هذوما لي سوجي نتاعنا وكي العاده نتعرفوا على ماركه جديده نحب نقول صباح الخير ونرحب بيان سور بالليكيب اللي مرافقتني نور شيماء ايهاب مرحبا بالناس الكل بعد شويه زيد ناخذوا زميلنا الهادي بخوش من باش نشوفوا بيان سور باش نحكيوا على الكان 2022 مازلنا في مواكبه بيان سور بعد الهزيمه البارح مالوغوزمون للمنتخب نشوفوا الاجواء وقت جوستومون المنتخب يروح دونك هذا الكل بعد شويه فاصل نرجع معكم في المكجيك عسلامتكم جديد مرحبا بكم صباح النور وصباح الخير باش نحكيو معاك دونك كريم باش نبدا مع اول سوجي كيفاش نجم تكون مؤثر اسهل الدنيا كيفاش نجم تكون مؤثر بطريقه ايجابيه في المجتمع نتاعك دونك معاك انت ريم مكنين باحثه في علم النفس الاجتماعي ماناش نحكيو هوني على انستغرام ويوتيوب وفيسبوك مش لي انفلونسور ولي انفلونسيس لا با دو تو نجم بيان كو نجم يكون نجم التصرف هذا راهو معناها في العلاقات الاجتماعيه بصفه عامه يكون معناها فالابل معناها كي نقول مي مانيش نحكيو في لي انفلونسور ولي انفلونسوز على خاطر كي تسمع مؤثر ديما نمشيو كونسيبت مودرن لان باش نحكيو على حاجه كلاسيك دايوغ هو معروف الكتاب نتاع ديل كارنيجي في التطوير الذات من لي زاني معناها 36 اصدر الكتاب هذا اللي هو يحكي كيفاش تربح العلاقات الاجتماعيه وتعمل اصدقاء وتكون مؤثر بطريقه اللي هي تجمع ما بين الناس وتحفز الناس وتكون انت معناها انسان اللي هو مؤثر بطريقه تطوير معناها ليكيب دو ترافاي اكسيتيرا دونك نحكيو على ليدرشيب هوني فما ليدرشيب فما يعني نوع من
معناها ديفلوبمون اللي انت تعمله اترافير لوتر، تعمل انت تطوير لنفسك بالتعاطف والاجتماعية متاعك. احنا نعرفوا معناها باش نتطوروا من الجوانب المهمة في تطويرنا لذاتنا هي الاجتماعية والتعاطف مع الآخر. دونك هذا كتاب معناها اسمه How to Win Friends and Influence People، كيفاش تربح صداقات وتتأثر على تأثر على العباد. يعني نفهم من كلام كريم اليوم نحكيو على العباد اللي يحبوا يخدموا على الغيزو تاع الغيزو تاعش على الغيزو نتاعهم. شوف الغيزو اللي هو في الجانب المهني والغيزو بصفة عامة. احنا راهو الشخص بطبيعته شنو هو الاهميه نتاعو في الحياه وقت اللي يبداش معناها في صلب مجموعه، وفي مجموعه فيها علاقات اللي هي طيبه، علاقات مبنيه على الموده، على المحبه، على يعني لوتيليتي. تعرف العلاقات الاجتماعيه نحبوا نكونوا زاد نافعين، نحبوا نكونوا معناها وسيله باش نكونوا نقودوا غيرنا ولا نكونوا موديل ولا يعني كل واحد طريقته هو. دونك هذا مهم في تطوير الشخصيه والنفس بصفه عامه. أنا اليوم اللي حاب نرجع له خاطر ياسر مهم، وجاوني بساعات يجوني سؤالات بطريقة اللي هي يعني سبونتاني من عند شباب وكل يقول لك ريم كيفاش أنا نأثر على العبيد وما يأثروش عليا. هوني نحب نوضح لنا نحبوش نأثروا على العبيد بطريقة أن ندو عنا كنترول عليهم وإلا يعني on les manipule ولا يعني تلاعب بالآخر لي شخصنا ولي فايدتنا احنا. اليوم اللي نحبو نخلطوله اللي نحبو نعملو علاقات معناها اللي هي فيها غانيان غانيان وين وين، معناتها انا باش نربح منك حاجات في المحبة، في المعرفة، في يعني في حاجات هكا، وانت كيف كيف يعني هذي معناتها pour fédérer les effort باش نقدموا مع بعضنا. معناتها هوني نحكيو على حاجه اللي هي فيها زاد الشان العام قبل الشان الخاص، مش يعني نحكي باش يكون عندي انفلونس عليك باش انا نكون عندي لا ميز ولا امبريز ولا حاجه هكا على حياتك، لا با دو تو. دونك هذا لو كونسيبت. المهم في الحكايه هذه برشا يمكن يسمعوني يقولوا فما حاجات باش نقولهم نجموا نستعملوهم حكا بطريقه سطحيه، لا. هوني أول حاجة إذا نأكد عليها راهو باش نكونوا عنا علاقات طيبة ونكونوا عنا علاقات اللي هي نأثروا فيها. أول حاجة لازمنا أن سانتيريس الوتر، يعني نحبوا الناس ونهتموا بالناس ونعرفوا نلاحظوا عند الأشخاص الأشياء اللي هي عنا منهم وما عناش منهم، ونكونوا متفهمين للبشر بصفة عامة في علاقاته، وما نحكموش على العباد، وما نكونوش معناها في الكونداناسيون، وما نكونوش في الكريتيك. يعني هذا لو بروميي فولي، معناها يقول لك باش تكون ساعة أنت إنسان مؤثر أول حاجة يزمك تكون عندك المحبة والانتريسمون الوتر. يعني الانسان الاخر ماهوش ان انسترومون، ماهوش اداه، راهو شخص كيف كيفو، واللي عندك انت عنده هو حتى الحاجات اللي هما ينجموا يكونوا مختلفين وحتى ساعات يمكن انت ما تحبذهمش، مهم باش تراهم باش ما تعملهمش عندك وتقبلهم وما تحكمش عليهم. يعني من الاشياء المهمه في العلاقات البشريه هو ان نكونوا عنا الانتريسمون غيال الهومان، كي نقول معناها نهتموا بالبشر بصفه عامه وبالشخص بصفه عامه. دونك جو بونس لازم تكون فما شويه وعي واكسبيريونس. دونك فما اليقظه، فما اليقظه وفما تجربه، وثما حاجه اللي لازم تقولها اللي وحدك ما تنجم تعمل حتى شيء، واللي الخدمه في المجموعه مهمه والعلاقات البشريه مهمه، والعلاقات البشريه كلكو سوا لو كونتكست معناها راهو فيها برشا افاده، وافاده لشخصك، واللي انت ما تنجمش تتطور الا ما تكون في مجموعه فيها زاده معناها متطوره. معناها هذيا هو لانتونسيون نيميرو 1، معناها الحاجه الاولى اللي لازم نقولها. رانا مانيش في معناتها في علاقات اللي هي دونز ان سول سانس، حتى وقت نوليو دونز ان هوني لا كيستيون اللي تعطي برشا وما تاخذ حتى شيء، ما تقدمش حتى تاخذ برشا، حتى تحب تمشي في انت معناها دو لوتوريتاريزم ولا دو كونترول، ماهوش هذاك اللي نحب ندخلتو له. معناها العلاقات لازمها تكون فما ايكيتي، فما ايغال ايغال، فما يعني هوني نحكيو على العباد اللي يحب يقدموا مي مع العباد، يعني مع العباد حتى ما تنجمش تكون عندك صداقه من شيره واحده. هوني حتى في المؤسسات وفي العالم المهني، يعني احنا اليوم الكونسيبت هذا باش يخلط لنا برشا مردوديه زايده وبرودكتيفيتي. يعني برشا يقول لك في العالم المهني نستعمل الاشخاص، لا، باين بالكشف لي زيتود اون بروفي، اللي حتى انت ان طونك باترون
راهو كي ما تبداش عندك علاقات صادقه مبنيه على اشياء اللي هي ريالمون فوندي، معني حتى كي باش تعمل معناها انت تقول بروفيسيونيل اكاهو راهو سا نو مارش با، يفو دو بروفيسيوناليزم يفو دو بون ريلاسيون، معناها يفو كريي دي زافينيتي تعطي اكثر مردوديه. دونك هذا علاش هو خرج هالكونسيبت هذاك يا امريكان، وانت تعرف الامريكان ما يلعبوش معناها في المردوديه. دونك فهموا بالكشف وتبين بالكشف والبحوث العلميه هوني في معناها حتى في البسيكولوجي بوزيتيف، معناتها يزون ديمونتري اللي العلاقه كي تبدا فلويد، كي تبدا تعرف تكون عندك علاقات طيبه مع الاخر، راهك باش تنجم تقدم وتكون عندك مردوديه احسن. يعني هوني لانتونسيون ديبا، باش عبيد يقول لك مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك اما انا فما عبيد ما نجمش نقدم معاهم، يعني منحس اللي مانيش على فرد موجه، يعني ما تنجم تكون العلاقه كان بروفيسيونيل. جوستومون نجاوبك خوله، وهذا الاهميه في شيء، وهذا اللي يمكن نجموا نطوروا فيه ونجموا نفيدوا فيه. في كل شخص ثم دي بوان بوزيتيف، معناها أنا كي نجي باش نكون عندي علاقة مع أشخاص في مجموعة، في مجموعة معناها في الحياة الخاصة ولا في الحياة المهنية، لازم فما أشياء اللي هما إيجابية نجم نركز عليهم. معناها احنا في عوض نهربوا لكاليتي متاع العباد، نغزروا لهم البعيد ونغزروا الديفو من القريب، يفو انفيرسي، معناها نغزروا لكاليتي متاع الأشخاص ونحاولوا معناها ما نقولوش ما نراوش ولا نعملوا معناها بلاكاوت على الديفو، لكن خليهم أبعد باش نجمو اون في دير لي زيفور، باش نجمو نقدمو مع بعضنا، باش نجمو نبنيو مع بعضنا. هو هذا لو بوت، ولا نعطيو فرصه على خاطر فما عباد ما تنجمش نبنيو الكل مع بعضنا. ريم انت تعرف يعني فما عباد اللي نجم يعني واحد يبدا في دون اون انتربريز ولا ان باترون عنده اون فيزيون يحب يمشي كلكو بار، دونك مش العباد الكل عندهم سيت فيزيون لا، دونك ينجم في الثنيه اللي اوبليجي دابوندوني عباد خاطر بعد يولي تضيع وقت، شوف تولي ريزولتا مش موجود. بون هذيا سي ان شوا استراتيجيك ساعات بارابور ان باترون دو فير ترافايي اون ايكيب اكثر من الاخرى ولا عباد اللي يمكن هذا موضوع اخر. لكن بصفه عامه وقت اللي نكونوا عندنا، وما نحبش نركز كان على الجانب المهني على باش نكون معناها مع الناس الكل، بصفه عامه كي نبداو عندنا إكيب ولا مجموعة احنا في صلبها، لازمنا نقاو نحاولوا باش نلقاو نكونوا ديزافينيتي وعلاقات، راهو ربح في كل معناها النواحي، من كل النواحي راهو ربح. هذه حاجة. الثاني الحاجة اللي ياسر مهمة، دونك احنا قلنا باش نكونوا في المحبه في الانتريسمون الوتر، لوما اي امبورطون، كل حاجه تجي من عند لوما راهي نجم تفيدنا بطريقه او باخرى، دونك كوني العلاقات البشريه نو با كريتيكي، خاطر احنا عندنا لا كريتيك معناها حاجه يمكن شويه ثقافتنا، معناها ننقدوا في الاشخاص. لو في العلاقات البشريه النقد في الاخر، علاش عملت هكا، واش بيك عملت هكا، واش بيك جيت هكا، واش بيك عملت لبست هكا، واش بيك، راهو بصفه عامه حتى في الحياه الخاصه راهو ما نجمو نربحوا به حتى شيء. المهم هو كي تحب توصل الانسان اللي انت مقابلك في حاجات اللي تحب عليهم، حاول تحفزه وتحاول تشجعه، يعني ما تعملش النقد. النقد ينجم يكون فما الكريتيك في الاسبري في لي زيدي اكسيتيرا، سي تري امبورطون لا كريتيك بور كونستروير، معناها سا اون لو سي لي فيلوزوف لون répété. لكن في العلاقات البشرية النقد راهو يحد من العلاقات، على خاطر الشخص بطبيعته معناها يولي في الديفنسيف، معناها يولي ديريكتومون ياخذها بيرسونيل، وهذه طبيعة البشر كلكو سوا النيفو نتاعك وكلكو سوا معناها الخدمة اللي خدمتها على نفسك، ان مومون حتى تبدا انت تعب شوية ولا يعني فولنيرابل شوية، تجيك اون كريتيك ما تاخذهاش اللي هي ايجابية، تترج فما اون ايموشن تحكم ساعات، مش حتى quelque soit manière intellectuelle interne l'émotion ça a elle nous fait défaut donc on est assez c'est important donc Khalina في حاجة اللي هي معناها فيها تحفيز فيها تشجيع في معاملتنا فيها لطف في معناها في المعاملات نتاعنا. نرجع للطف اللي هي برشا احنا في علاقاتنا، يقول لك الانسان هذيك وقديش يجامل، قديش معناها لان في ترو، قديش كلامه معناها معسول، قديش فيه هو الكلام هذا المعسول ولا الكلام اللي هو فيه المودة ولا الكلام اللي فيه اللطف، لازم يكون صادق. وفي كل وضعيات وفي كل علاقات لازم تلقى حاجة عند الشخص اللي تجم تكون فما مجاملة، اللي هي مجاملة صادقة ماهيش لكن هذا جانب مهم، ولازم نحيو شوية الأفكار اللي المجاملة هي نوع من النفاق ولا نوع من التلاعب.
ما كنت حكينا فيه مع ميرفت يعني كي تحب يعني فيها بيس كنت تشكر العبيد وتقول لهم احليك اليوم يعطيك الصحه وكل في حاجه اللي هي غير المهم انت ريتها معناتها لازم باش تلقى موجوده في هنا هذه علاش نقولوا اون سانتيريس او جون فما بيت صعيب انهم يقولوا كلمه حلوه ما تعودوش عليها وعلى خاطر يمكن زاد فما في الانكونسيون نتاعهم كل كلمه تخرج فيها مجامله اللي فيها كونوتاسيون نتاع تحب تربح هكا العاب فما برشا دي زيدي في الانكونسيون نتاعنا كي نوجو دو موفي تور معناها فما افكار مخفيه تربينا بتتخاليهم سمعناهم برشا اللي معناها يلعبوا دور كبير في علاقاتنا البشريه وعلاقاتنا في تكوين معناها العلاقات وتعمل صداقه وحنا تعرف اليوم معناها احنا ماشيين في موند اللي برشا انديفيدواليزم وصداقات ولات برشا نسمعها ما فماش صداقات وصداقات كلهم مبنيه على المصالح اكسيتيرا لي راهو تنجم تبدا من الاول معناها علاقات في المهنه نتاعك في المصالح نتاعك لكن من بعد تلقاو رواحكم تقربوا بالقيم بالعشره انت ولد دومين هوني الحقيقه هوني خولة مثال شوي حد يبدا بالنيه الصادقه يبدا بالنيه اللي هي يحب يبني ومن بعد تتصافى حدا كي تبدا على 10 اشخاص دخلت على شخص مثالش راهو خولة سي توجور ان دو غاني معناها لازم انا نقول خاطر زاد فما برشا يقول لك انا يا اخي نقول لهم الناس الكل خايبين الناس الكل ما لقيتش فيهم حتى حد باهي يعني واحد ا مومون دوني يدو سو بوزي لا كيستيون اي سي امبورطون خاطر انت كان جيت تكون فرحان وحدك تنقول لك مثالش اي نسيبك وحدك واعمل علاقاتك معناها مع نفسك وقدم لا معناها سي تري تري بيان اي ليتر هومان ا بيزوان دو سو سانتير ان جروب لابارتونونس سوسيال ولابارتونونس سوسيال ياسر مهمه اي بور سا لازم عندها كاليتي معناها لازم يكون تكون معناها فيها جوده وباش تكون مريحه زاده خاطر مش باهي زاده باش نكونوا في مجموعه واحنا مانيش مرتاحين خاطر هذا هو زاده الاساس نرجع للمجاملة اللي هي كلمات اللطف وكلمات اللي هي فيها إحسان الآخر إكسيتيرا ونرجع الحاجة ياسر مهمة اللي هي ما تجمش تكون في هذا الكل وانت ما عندكش الإحساس بالآخر وتنجمش تحط روحك في بقعة الآخر وهوني نحكي عليه البوان اللي احنا قلنا البوان الأوليني أبوس معناها سانتيريسي ألوتر ان تانك هو شكون لكن زادة تنجم تتعاطف معه يعني ساعات اون سانتيريس وهوني سي تريز امبورتون باش تقولي قلناها على خاطر نجمو نكونوا بالفكر فاهمين اي لكن بالاحساس بعد اي سا ندون با دونك تعاطف لامباتي لو مو اكزاكت سي سا معناها باش تحس ريالمون ماهوش فهمتك بالفكر نتاعك هاو ومستحفظ على روحي عاطفيا يعني حاسه بيك راهي مهم ياسر على خاطر تعرف خوله هذا يمكن ما يعرفوش برشا عباد في ليزيكسبيريونس يقول لك تعلم من تجارب الغير برشا اون بو انت ابراندر انتليكتويلمون دي اكسبيريونس لكن كي ما تحسهاش ريالمون مع الاخر ما تحسهاش تجربه يقول ما يحس بالجمره كي يعفس عليه هذه كيف كيف من لي كرويونس ليميتانت يعني هذوما الافكار اللي هما تحد شوي وقت اللي تحس ريالمون تحط روحك ريالمون انت وقتها بالحق استفدت من تجربه الاخر لكن كان حاطت مسافه عاطفيه محمي روحك انت حامي روحك وكان بالفكر تمشي مع الاخر ان غراند ديفيرونس معناها نقعدوا دون تيوري وما نقعدوش دون quelque chose de complet انا هذا ياسر مهم دونك تعاطف ياسر مهم كي نقول لامبورطون انت معروفين اللي يقول لك تحدث عن الناس تحدث مع الناس على مشاكلهم وتشوف قداش يسمعوك تحدث عن الناس على الانتظارات نتاعهم وتشوف قداش يسمعوك احنا باش نكونوا هالعلاقات فما اديت اللي هي مهمه هي التواصل التواصل نتاعنا والفيلتر دونتري معناها كيفاش باش ندخلوا من العلاقات مع غيرنا هما باش نحاولوا اون كاليبر ونفهموا الاخر شنو انتظاراته شنو اللي بزوان نتاعو معناها انا باش نجي نحكي لك على روحي مصباح لليل ماكش تسمعني ياسر على خاطر سي با ريالمون شنو يخصك باش نكون علاقه معاك ساعه لازم نفهم انت شنو انتظاراتك في الحياه شنو تستنى شنو تستنى من العلاقات البشريه انا ساعات نستغرب في انسان يجي يقعد يحكي على نفسه ويقوم وينتظر من الاخر باش يكون عنده معاه معناها افينيتي مش معناها انت باش تدخل في العالم الاخر لازمك تكون انت معناها فما ان رابور اللي فيه نرجعوا له هذيك هو ممكن ما نحبش نستعملوا ياسر خاطر يولي فما شويه فيه كونوتاسيون كوميرسيال مي غانيان يعني انا باش نقعد معاك نحب نربح حاجه نحب نستفيد بحاجه
ما نحبش نقعد معاك يعني وفي العاطفيا زيد راهو كي نقول نستفيد بحاجه ما نخليوهاش اللي هي راهو كان مصلحه ولا أيه. معرفه ولا لا لا حتى عاطفيا فما اون بون انرجي زيد حتى الانرجي زيد نركز عليها معناها كي نقول بون انرجي فما صدق فما سانسيريتي فما اون زوز في اي في اي علاقه لازم زوز فما اون كويرونس ما بين نحكي فيه واللي نحس فيه خاطر انا برشا تقعد معاهم تعرف روحك قاعده تتكلم بليتاج سوبيريور انتليكتويلمون كهو ما فماش تعاطف التعاطف راهو نعلمو ونعلموه حتى وإحنا الصغيراتنا مازالوا صغار. C'est une qualité très importante في العلاقات الإنسانية وفي النجاح في حياة بصفة عامة. حتى هذيك هي تخليك تعمل الانتويشن وتخليك تعمل كرياتيفيتي وتخليك مبدع إكسترا. ماك تعرف تعاطف فيه معناها برشا حاجات. هذا مهم ياسر. برشا كيف اللي تقول فيها سيد الانتليجنس ايموشنال يعني ايموشنال اللي نحكيوش على الذكاء اللي هو الذكاء الاكاديمي الاكاديمي اللي سو كونيتيف مي نحكيو زاد على الذكاء الاجتماعي وتبين بالكشف اللي في المؤسسات اليوم الانتليجنس ايموشنال اي فاكتور كلي دو ريوسيت دونك كي نقول انتليجنس ايموشنال نقول علاقات بشريه ناجحه ونكون مؤثر دونك التاثير في الاخر التاثير يكون ريالمون بال يعني بشخصيتك انت اللي هي فيها انسجام فيها نية صادقة فيها المصلحة للشأن العام مش المصلحة لذاتك فيها انت عندك افكار اللي هي افكار تحب تعديها باش تفيد بها دونك انا كي نرجع نقول التأثير في الاخر راهو ما هو تأثير كان يفيد المجموعة مش تأثير ماشي في ان سانس اللي انا نحب انا نكون عندي لو كونترول و لوتوريتاريزم واليوم نمشيو لها اللي قالوه هذيا واللي خدموه برشا معناها لو 16 بريزيدنت ابراهام لينكولن بريزيدنت امريكان هو اللي كان يقول ما نلقاش الوقت باش ننقد العباد وما فماش افاده معناها ان غران يقول لك باش نقعد ننقد وهو كان ان بريزيدنت معناها نكون نتكلم اليوم حتى على لي باترون راهو لي باترون عنده اهداف يمشي ويعرف اللي فيديري لي زيفور اي ترافايي افيك دي افينيتي اي افيك معناها كوليكتيف سي تري امبورطون معناها هوني نحكي حتى لي باترون معناها اليوم مش معناها في اللوطة معناها في المؤسسات نلوجو كهو راهو حتى لو باترون لازمو يربح علاقات المجموعة اللي هي فما حتى كان فما يارشي هو اللي باش يعمل مجهود باش يربح الناس معاه انت ماكش باش تقول حاجه باش يعني راك بالعكس نوع من التحفيز نوع من الريكونيسانس اي لتر هيومان ا بيزوان تو سانتير امبورطون اي لا بيزوان دو ريكونيسانس معني هذا راهو راك انت كنت تحب المجموعه نتاعك وتحب تطير بالاهداف نتاعك وتحب تقدم راهو ياسر مهم باش نحفزو وباش نعطيو لا ريكونيسانس نيسيسير اي لامبورطونس دو لومان ان جينيرال مش بشرطه في معناتها المردوديه كهو لكن حتى هو ان طونك شخص عاتب معناتها يصدر منه تصرفات اللي هما إنسانية مهم باش نكونوا احنا في اليقظة باش نعطيو الكلمة اللازمة الوقت خاطر هذيك رانا باش نقدموا بالمجموعة وباش نربحوا العلاقات متاعنا ونكونوا مؤثرين بطريقة اللي هي خليني نقول شنو قلت لي انت اول شنو قلت لي انت الاول ليميسيون قلت لي مانيش نحكي على لي انفلونسور هذاك لي انفلونسور يكون دور عندهم دور كبير بطريقه هذه فما عبيد يمكن النجم يقول لك انا لعيني نكون اثر لشكون ياثر فيا مي ساعات فما خدمه متطلب انك تكون شوف هو حتى في الفونت بطريقه في الفونت حتى في معناها في العالم اللي هو في تجاره راهي حتى لافونت اليوم لازمها تكون صادقه معناتها اليوم اون بارل دو كونساي اون بارل با vendeur معناها لو كونساي اللي هو انا باش نربح وانت باش تربح على خاطر راهو اليوم البشر قاعد يفيق ماهوش باش يرجع لك لازم يحس اللي انت كنت في في صدق ماكش كنت في هذا حتى في عالم التجاره دونك نركزوا اكثر على على رواحنا وعلى المجتمع نتاعنا خاطر مهم ما نجموش نعيشوا وحدنا وهكاك تكون عندنا علاقات صحيه ونسالوا نفسنا علاش احنا ساعات وحدنا خاطر فما هذه يرجع شويه سؤال برشا يقولك علاش ما عنديش صداقات علاش ما نجمتش نبني صداقات نسالوا نفسنا اسكو قاعدين نطبقوا في معناها في اللي كنت تقول وفي التكنيك ريالمون بال
بالعمق مش بطريقه سطحيه باش نكونوا صداقات وباش نكونوا علاقات وباش نكونوا مؤثرين في الجانب الايجابي وفي الجانب اللي هو فيه معناها افانسمون دون لا في. واضح، ميرسي بوكو ريم، يعطيك الصحه. شكون يحب يقول حاجه، تضيف حاجه ولا سؤال ولا؟ واضح موضوع مهم برشا وحلو برشا، وبالحق معناتها الخدام قد ما تعطيه معناتها تحكي معاه في حياته الشخصيه ولا تفهمه ولا تقرب له اكثر، قد ما يعطي فيك الثقه وقد ما يعطيك اكثر. خليني نرجع لمرفت، مهم خولة، على خاطر مرفت نقدموها ديما اللي هي خبيره في السلوك والاداب، لكن عندها كاسكيت اللي هي تخدم مع معناتها مع عندها خدامه يخدموا معاها، نخلي نقولها بالدرجه. وهي تقول لي ديما اون كوليس نخدم نحكيو، تقول لي المهم ديما نعطيهم ثقه في نفسهم ونعطيهم معناتها الكلمه اللي تخليهم نحفزهم، معناها وقت تبدا عندك مجموعه في العمل اليوم وهذا ياسر مهم، معناها وقت يبدا واحد باترون ويعرف يتكلم مع الموظفين نتاعو ولا مع ليزوفريي نتاعو بطريقه اللي هي تثمن المجهود نتاعهم يولي المردوديه خير. لازم تقرب له برشا. ميرسي بوكو ريم على المعلومات هذوما الكل. احنا مازلنا معاكم وتو باش نحكيو في سوجي اخر، باش نحكيو على الصيام المتقطع. لايت كلوب، الصيام المتقطع اللي برشا عباد مغرومين بيه، برشا عباد جربوه، لكن فهم برشا عباد زاده موش فاهمين وماوش فاهمين شنو يلزم ناكل، قداش من ساعه، وقتاش نعمل، وقتاش نوقف، هل يشبه للصيام نتاعنا الصيام نتاع رمضان، وشكون معني بالصيام هذايا؟ دونك المعلومات هذوما الكل معك انت روضه العامري، انت مختصه في التغذيه. شنو نجمو نقولوا الصيام، هل هو 16 ساعه 8 سوايع؟ الصيام المتقطع ان فيت راهو انواع، فما حاجه اسمها لوجون ادريك، دونك هو من هنا بدا الصيام المتقطع. لوجون ادريك اللي هو ما لازمتوش يفوت 3 ايام، 3 ايام اللي احنا نعملوهم الافيل، العبيد تشرب فيهم كان الماء، اي سورتو للعبيد اللي يحبوا يتخلصوا برشا من الشوائب اللي في بدنهم، يعني ما تاكل شاي، ما تاكل حتى شاي بوندون 3 جوغ، اما راهو ما تنجمش تلعب سبور، وبيان سور لازمك تحضر بدنك قبل الثلاث ايام هذوما باش بدنك ما يتيحش في ليكارونس اليمونتير، الحاجات اللي انت تاكلها ما ولا لتيزان ولا اي حاجه سو فورم دو ليكيد المفيد ما فيهش سكر. دايوغ تنجم تعمل حتى بويون تاع خضره كيما اللي نعملوه للبيبيات وتشربوا هذاك في فطور نص النهار وفي العشاء نتاعك. هذا ريجيم صعيب ظهر لي، يعني هذه راهو ريجيم صعيب، وهذاك علاش انا نحب نفسر للعباد الفرق ما بين لو جون ايدريك اللي هو ما فيه كان الماء ولتيزان ولا البويون تاع الخضره، وما بين الصيام المتقطع اللي هما ينجموا يقعدوا به بيريود كبيرة. دونك فما برشا عبيد اللي تستخايل اللي لو جون يدريك هو نفسه الصيام المتقطع. لو جون يدريك حاجه راهو هذاك ما يفوتش 3 ايام، والصيام المتقطع راهو فما عبيد يقول لك انا نحب نعيش افي ما نتعشاش والا ما نفطرش فطور الصباح. اكثر زوز انواع نتاع صيام متقطع موجودين هما يا تستغنى على فطور الصباح وتبدا فطورك ما بين نص النهار وماضي ساعة، هذي اللي يقوموا مخر، هذي للعبيد اللي يقوموا مخر، ولا للعبيد اللي يقولك انا ما قلقنيش نجم من بطبيعتي من غير قهوة اكزاكتومون. خاطر فما عبيد يقولك انا لازمتني قهوة بالسكر ولازمتني ترونش جاتو، كل واحد شنو يحب. به لهنا نحب نوضح حاجة اللي راهو مش معناها صيام متقطع باش تقعد، هو اكثر صيام متقطع دارج انك 16 ساعة ما تاكل حتى شيء و8 سوايع عندك في يدك، هذوكم تاخذ البزوان تاعك، مش تاخذ حريتك في الماكلة، مش تاخذ 8 سوايع وانت تاكل. يعطيك الصحة، هذا توضيح اخر وقت النوم. توضيح اخر اللي انت كي باش تاخذ حريتك في الماكله راهو تنجم ما تنقصش في الميزان، لانه مش انك الضروره تقعد 16 ساعه ما تاكلش وتقول كي ناكل خليني جو مي بيرمي باش نفطر فطور الصباح فيه قهوه وحاجه حلوه وقهوتي نحبها فيها اربع طوابع سكر. خاطر فما الدروغ اللي هو دروغ على الحاجه الحلوه، فما عبيد راهو يقول لك انا لازمتني حاجه حلوه. لهنا اول حاجه انت باش تعملها اشنيه، باش تنقص من الحلويات ومن الحاجات اللي فيهم السكر، يعني التيزان، التي، القهوه لازمتها تكون بلاش سكر، تاخذها في فطور الصباح نتاعك، وباش تاخذ لازم اي لو سكر اجوتي راهو لازم يتنحى السكر ولا نقصوا فيه.
فما شو هبش فسالك حاجه، فما فرق ما بين السكر المضاف وما بين باش تاخذ حاجه حلوه اللي هي تنجم تكون حاجه ناتورال، مثلا تنجم تاخذ 3 كعبات غله في الصيام المتقطع نتاعك. يعني تحب نحي السكر المضاف؟ اي لوجيكمون لازمتنا نحيو السكر المضاف على خاطر ماهوش باش يزيدك حتى شيء. ونحي الفارينة زادة. انت في مخك حسيتك ماشيه في سناتش نحي الفارينة. لا والله لا والله لا يا خاولة راك ظلمتني، راك تحسسني انا باش نعطي حاجة سيفيغ اوغ الصيام المتقطع. ما لا جوستومون ماهوش صعيبة. جوست باش نحكموا في الكميات اكاها. دونك للعبيد اللي يحبوا يفطروا فطور الصباح ينجموا ياخذوا فطور الصباح نتاعهم فطور نص نهار، واللمجة اللي هي باش تكون الأربعة نتاع العشية اللي هي باش نقصوا بها على على الماكله نقعدوا نشربوا الماء حتى يكشلوا منهم غدوه 8 نتاع الصباح. دونك هذايا السيزويت اللي يعملوه العباد اللي ما يحبوش يستغناو على فطور الصباح. وفما السيزويت اللي انت تنجم تفطر فطور نص النهار تستغنى على فطور الصباح، تاخذ اون كولاسيون لمجه وتتعشى 7:30 نتاع الليل ماكسيموم 8 نتاع الليل. هذه النوع الثاني متاع الصيام المتقطع اللي هو دارج برشا واللي برشا عبيد ينجموا يعملوه كما قلت لك على خاطر ما يقلقهمش كيف يستغنوا على فطور الصباح نتاعهم. بي تقول لي انت شكون العبيد اللي ينجموا يستعملوه وشكون العبيد اللي ما ينجموش يستعملوه؟ شكون ما ينجم يتمشاش مع عبيد فما عمر معين؟ النساء الحبلالال بيان سور، المراه الحبله، المراه اللي ترضع كيف كيف، خاطر فما برشا نساء يرضعوا تزيد برشا في الميزان، فما راهو نسيت تزيد معناتها ابارتيغ من 15 20 كيلو بعد الولاده، اللي هو ديما نقول النورمال انك تزيد 12 كيلو في وسط الغروسيس نتاعك. ال 12 هذوكم ديريكتومون باش يبداو ينقصوا بشويه بشويه بعد الولاده. دونك راهي المراه اللي تزيد من 10 ل 12 كيلو ما لازمهاش تبهت على خاطر بعد الولاده راهو باش يتنحاو، لكن كي نزيدوا اودلا دو 12 كيلو وقتها يولي القلق، وما لازمناش نخمو ديريكت بعد الولاده قد باش نعملوا الصيام المتقطع كريجيم، لانه المراه اللي ترضع لازمتها تاخذ 3 وجبات في النهار مش صيام متقطع كيف كيف المراه الحبله، وكيف كيف للعبيد اللي عندهم مرض السكري. لكن العبيد اللي هما في البري ديابيت يعني عملوا تحليل ولقاو اللي الجليسيمي اجا بدات تفوت لانترفال سوبيريور، وقتها ما فيها باس تحضر بدنها بالصيام المتقطع هكاك تستغنى على الدواء، خاطر ماك تعرف كمان السكري راهي مالادي كرونيك معناتها تعيش معانا، اذا كان انت ما تقفلهاش من الاول راهي باش تكمل تعيش معاك. دونك للعبيد اللي عندهم قلق وبديتهم لابخي ديابيت ينجموا يعملوا الصيام المتقطع ويلقاو بالحق ان بون ريزولتا. وكيما قلت لك بكري قبل ما بدينا نحكيو في السوجي، العبيد اللي يحبوا يحافظوا على البوا ايديال نتاعهم تقول لك انا ما عنديش قلق في الميزان، سوف كو مع البخي مينوبوز مع الهرمونات معناتها بدني بدا يدخل بعضه شويه وعندي ريتم شويه خايب في حياتي، خاطر جينيرالمون مش كيما مراه تخدم كيما مراه قاعده في الدار. المراه اللي قاعده في الدار هذاك ديجا تعب، معناها انا نقول كي عبد يبدا ليه في الخدمه ينسى الماكله، باغ كونتر كي عبد يبدا قاعد في الدار يبدا داخل خارج على الكوجينه من غير ما يشعر يولي الغرينوتاج اكثر بالحق. راهو معناتها ما نقولوش مراه قاعده في الدار تنجم تتلهي بالغيجيم نتاعها اكثر، نو بالحق سي با فغي، على خاطر كي تلقى روحها هي في الكوجينه تحضر في الفطور لصغارها تقول لك لازمني نذوق، لازمني نفهم اسكو ناقص ملح ماهوش ناقص ملح، هذو ما عرفتك اللي ديفو اللي راهو بالحق صرنا في الكونفينمون. اي ولينا ناكلوا من غير تفكير معناها كل شيء في الكونفينمون، ذويقة على زوز فطورات على 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 غرينوتاج على حاجة حلوة معناتها نساو رجالي طيبوا في الكونفينمون حتى تو الكوفر في بكري تسمى العشرة، دونك العباد برشا عباد تمقنش في اللي سهرية طويلة. دونك للنساء اللي قاعدين في ديارهم ولا للنساء اللي تخدم نقول انا ديما امراه تخدم لازمتها تكون بيان اورغانيزي، والمراه اللي في الدار فيكو هي بالحق ديجا نتصور معناتها نساء اللي في الدار بيان اورغانيزي بارابور المراه تخدم، اما فما الغلطه نتاع الغرينوتاج على طول النهار فيكو باش تبدا عندها اكثر ستريس من امراه تخدم، فيكو باش تقعد اكثر في الدار، دونك قضيه الدار هذيك ديجا خدمه لهوين بالصغار معناتها ساعات راهو واحد من غير ما يشعر يزاب يفطروا يقول انا هاني باش نفطر ولادي اون باراليل تو ناكل معاهم، دونك تلقى روحها كليت بز
الزربه وكلت بالوقفه وكلت وهي تفطر في ولدها كونتيتي اكثر من اللي باش تاكلها اذا كان هي جات ترونكيل وفي اي وهذاك كيما نقولوا خذيت لو بيزوان نتاعها واكها. دونك لهنا باش نحل بارونتيز على الكونتيتي في جون انترميتان. راهو مش معناها انا سي متقطع باش نقعد 16 ساعه ما ناكل حتى شيء جو مي بيرمي باش ناكل قد ما نحب كونتيتي المفيد نشبع. راهو المعده ما تشبعش، اللي يشبع هو المخ. يعني اذا كان انت تاكل بالزربه باش تلقى روحك من غير ما تشعر كليت اون غروند كونتيتي، كيف كيف ما لازمكش تاكل بالوقفه، كيف كيف لازمك تكون اورغانيزي باش الاوقات نتاع فطورك تحافظ عليهم اي سورتو تمضغ مليح ماكلتك، لانه اذا كان ما فطرتش وما مغطتش مليح الماكله راهو باش تيح في البياج انك تقعد ديما جيعانه وتحب تاكل حاجه حلوه بعد الفطور. دايخ في برشا عبيد يقول لك انا نحب نحالي بعد ما نفطر. دونك كان جاك الاحساس هذاك سكو راك ما مضغطش مليح. كي تبدا تاكل مليح ومغص مليح ما تستحقش كي تمضغ مليح ما تستحقش حاجه حلوه بعد الفطور، لانه جاي الاحساس بالشبع اللي هو وسخ وصل للسيرفو، لانه المخ كان ما يشبعش تقعد ديما تحب التنوش وتحب تاكل حاجه حلوه. لازم تحلك البلاكار وتلوج هكا على حاجه حلوه، اي حاجه حتى حاجه هكا صغرونه تبع شوكولاته، المفيد حاجه حلوه، المفيد حاجه حلوه. دونك راك ما شبعتش، عارف اللي راك ما شبعتش وما كنتش مليح، وكان باش تحل البياج نتاع الحاجه الحلوه راك باش تلقى روحك ريت تبع شوكولاته تنجم توفى طبليه كامله وانت تاكل فيك الحاجه الحلوه. وتولي سنيسه زاده بيان سور، تولي سنيسه مخك يستنى بيان سور، خاطر دروك خاطر كيما قلت لك السكر راهو صعيب باش تستغنى عليه. دروك هذيك علاش انت ساعات فما عبيد تقول لك انا نجم نستغنى على السكر. لازم تكون عندك ثقه في روحك، اذا كان ما عندكش ثقه في روحك، اذا كان ماكش باش تامن بروحك راهي ماهيش باش تجيك لا موتيفاسيون، راهي ماهيش باش تجيك الفولونتي، وراه مش يجيك الصبر على انك تواظب على الريجيم نتاعك. باش تلقى ديما حاجه من داخل تقول لك ليه لازمتني حاجه حلوه باش نحل عينيا باش نفيق، لانه سي نورمال راهو السكر هو اللي نتنعشوا به ومخك يخمم به وتقول كي كليت حاجه حلوه انا تو تفرهات. لكن راك انت قليل ما تفرهدتش وباش تعاود ترجع لك الكولبابيليتي هذيك، وباش نقعدوا في سيركل فيسيو ندورو وننقصوا ونعاودوا نرجعوا نزيدوا في الميزان على خاطر ما سكرتش باب الحاجه الحلوه. دقيقه دخلت لي بشكوت ومغرومه بالبشكوت. انا لازم عندي باك وبشكوت. بشكوت الدار هذيك الطويله لا ما نسميهوش بشكوت قديم تربينا بيه اللي احنا صغار بعد الفطور هذا بعد العشاء يبدا موجود الباك وفوق البيرو ولازم حاجه حلوه ولازم من الكعبه نتعدى الفينيا والشوكولاته. شفت لازم هو مرفت بركه الله ما شاء الله انت ما بتاكلي تحب خاطر ما عندهاش ميزان انت صح ما عندكش مشكل اما كيما قالت كي دروك في المخ بالحق نكون نقول هاني شبعت مي الحاجه الحلوه لازمها هذه موجوده في البيرو. ريت انا نعطيك استوس اذا كان انت تحب تستغنى على الكونتيتي خاطر انت توا ديجا قلتها من الكعبه الاولى نتعدى للثانيه من الثانيه نتعدى للثالثه. سي تري سامبل تولي تحط قدامك اون كونتيتي معينه تقول انا اليوم ما لازمتنيش جو ديباس لا كونتيتي هذيك، ما كانش تحط باكو كامل سي نورمال باش تكملوا وتلقى روحك انت كل يوم تشري في باكو جديد حتىكش لين تولي تشري ثلاثه اربع باكوات حتىكش لين ملي كنت تاكل في شطر باكو في النهار تولي تاكل في باكو كامل في النهار. دونك هذه راهو كيما قضية الدار، معناها نقول انا مثلا ها باش نشري 12 كعبه ياغورت هذوما باش يكفيوني جمعه كامله. نلقى روحي انا تفرجت على فيلم كليت اربع اليوم اربع غدوه فيو ملي كنت مبرمجه باش يكفيوني جمعه يكفيوني كان نهاري نكهو. دونك لهنا لورغانيزاسيون ما لزمتهاش هي بيدها تضرنا برشا اورغانيزاسيون. فصل صغير ونرجع معك انت روضه نكملوا نحكي في السوجي نتاعنا. الماك دو ويكاند عصبتكم جديد مرحبا بكم، هذا الماك دو ويكاند قاعدين نحكيو على الصيام المتقطع مع الاخصائيه في التغذيه روضه العامري اللي تعمل في التصاور ستوريات والدنيا تري اكتيف اونتر بارونتيز روضه سير انستغرام تنجموا تدخلوا تتفرجوا فيها. دونك كنا نحكيو على الصيام المتقطع ايديالمون يتعمل 16 ساعه صوم 8 سوايع ماكله، لكن 8 سوايع ماهمش ماكله على فيل. دونك نقسموا الشان اللي باش ناكلو ثلاثه مرات، دونك يفطر عند الاول وعشاء وجبه صغرونه والا فطور الصباح وعند الاول ولومجه زاده. دونك اعطيني خلينا نزيدو نوضحوا للناس اللي تسمع فينا اكزامبل فريمون تاع نهار وصيام متقطع وشنو ناكل، ونذكروا اللي السكر يتنحى هون في الصيام هذا السكر المضاف في الرجيم هذا السكر المضاف ديما نقول حاجه مش ناتورال ايديالمون تتنحى باش هكاك ما نستنسوش بها. واضح دونك كي باش نعطيو اكزامبل تاع من 8 نتاع الصباح حتىكش لل 4 نتاع العشيه
نبداو اول حاجه الارم تاع بكري نجمو من 9 على 5 نتاع العشيه كل واحد كيف يقوم. ما تنساش اللي فما عبيد راهو تلقاها لازمتها تكون في الاداره تخدم معناتها 8 دونك بين انها باش تفطر في وسط الاداره والا في الدار ترونكيل ا تيت روبوزي انا جو بريفير تفطر في الدار الحقيقه. وفما عبيد يقول لك انا بطبيعتي ما نتعشاش اما المشكل اذا كان هي ما تتعشاش اما تبدا تاكل بالوقفه التنوش il suffit راهو تستانس لي 3 4 بروميير جوغ بعد بالحق راهو يقعد الكل كلام وتستانس على خاطر انت كيفاش باش تعدل حياتك توا ابري تو شتي دونك العبيد الكل ترقد بكري دونك هي كي باش تقص على الماكله الاربعه وتقعد تشرب في الليتيزان وفي شربين الماء لي 3 بروميير جوغ بالحق باش تتقلق باش تجوع من بعد لو فيت تستانس بيه النمط هذاك سي بون بالحق معناتها ما عادش تتقلق بون هي 8 في الاداره خلينا نقولوا دونك 7 اي نجمو ميسالش راهو حتى معناتها من 7 حتى الاربعه سي دا سي با غراف خاطر فما عبيد يتحركوا بالكدا تلقاهم يمشوا على ساقيهم اكثر من عبيد اخرين كل واحد هو والاكتيفيتي اللي باش يعملها في نهارو ابخي تو بي نبداو دونك اول حاجه بفطور الصباح من شنو لازم يكون متكون نحطوا لازم ديما كعبه غله دونك ان فروي كل واحد شنو الغله اللي يحب ياخذها قهوه حليب ولا قهوه كحله فما عبيد يحبوا قهوه فلتر ولا قهوه عربي انواع القهوه الكل مسموحه اما مش بحاجه احلوه يعني نجمو نحطوا حاجه باش الكافيين معناتها اما الكافيين هذاك مازمش يكون معاه السكر مثلا عسل احسن كيف كيف لي دو بريفيرونس لي خاطر اي خاطر انا كي باش نعطيك باغ اكزامبل كعبه حلوه اذا كان انت باش تحط العسل دونك وقتها باش تستغنى على كعبه الغله وكعبه الغله مهمه اكثر من العسل علاش على خاطر باش تعلمك المضغه دونك ديما جو دي بيان لا ماستيكاسيون ما بين جو توا باغ اكزامبل وقت جو دورانج دونك فما برشا عبيد يقول لك انا نستغنى على كعبه الغله وناخذ كاس جو دورانج اولا في الكونتيتي كاس جو دورانج بيان سور غلط باش تشرب تاكل اكثر وتسمن مش تاكل اولا ساعة باش تشرب على خاطر كاس جو دورانج فيها اكثر كميه نتاع بركدين باش تلقى مينيمم 4 كعبات بركدين باش تعبي الكاس نتاعك اي سورتو كو انت باش تحطو في الرحايا باش تستغنى على كميه الالياف اللي هي بها برشا لو ترانزيت انتستينال نتاعنا اللي انت ما تنجم تتحصل عليه كان في كعبه بركدين دونك لهنا اذا كان باش تشرب كاس جو دورانج راك عباره خذيت ماء وسكر واستغنيت على الالياف نتاع البركدينات هذوك من الكل اللي هما باش يمشيو لل دونك باش يسمنك اكثر جو دورانج اكزاكتومون دونك الجو دورانج للعبيد اللي يحبوا يعملوا ريجيم ولا يبدلوا نمط الحياه نتاعهم راهو توا بريود جو دورانج ما قلتش ما نشربوش جو دورانج اما مره في الجمعه في الويكاند كي تبدا باش تعمل مثلا لما بتي ديجني انت وصغيراتك اون فامي اي خاطري السمن برشا عبيد ما تعرفيش السمن اكثر من بالحق اكثر من كعبه الغله ديما احسبها كونتيتي بون نقولوا احنا باش نعملوا شوك دو فيتامين بالجو دورانج ديما في مخنا حاجه اخرى راوريت لي فيتامين اللي في الجو دورانج اذا كان الجو دورانج عصرته وقعدت نص ساعه ما شربتوش راهو لي فيتامين اللي فيه الكل باش يتاكسدو دونك ديما جو دورانج لازم نعصروه منا نشربوه منا معناتها ميم با 2 3 مينوت ما بين عصرانو لازم ديريكتومون نشربوه سينو ما خدينا حتى شيء خدينا ماء وسكر كيما قلت لك عرفت واضح دونك لهنا كعبه الغله معاها القهوه اللي هي تنجم تكون بالحليب ولا كحله معاها ان برودوي سيريالي نجمو نعملو عصير دو تشوفان بالفلكون دافوان نجمو ناخذو شويه غرانولا اللي هي توا ولات حاجه دارجه اما كي نقولو غرانولا نقولو شوفان بالفاكهه مش فيك يا بالشوفان خاطر فما برشا عبيد يبنوا الغرانولا نتاعهم ويدلوها وقد ما تدللها قد ما تولي حاجه ايبر كالوريك مش ايبو كالوريك دونك راهو الغرانولا للعبيد اللي يحبوا يزيدوا في الميزان ينجموا ياكلوا الغرانولا مدلله وللعبيد اللي يحبوا ينقصوا في الميزان ما تدللهاش يعطيك الصحه راهو كميه الشوفان لازمتها تكون 70% وكميه الفاكهه تكون 30% داكور واضح هذا كله قالت لك فماش حرمان فمش حرمين بس فمش حرمين انت باش تاكل اما دي بتيت كونتيتي واضح وانا حيت نسكر انا حيت الفيكه امشي بيسك ليه من ناحيه الفيكه نقصت من الفيكه والا باش تاخذ دو تارتين بالخبز القمح والا بسكوت والا البان دومي اللي بالسيريال راهو معناتها با فورسيمون باش تصنع انت خبز وحدك في الدار على خاطر خبز الكوشه بالحق معناتها فما برشا عبيد يقول لك البان كومبليكي نعملو انا في الدار صحي خير راهو بالحق مش
مش صحيح، على خاطر الفارينة كي تبدا لونها كحلة راهو لازم يدينها لكولورون لحتى شيء، هذاك بالحق راهو بان كومبلي. واضح. دونك اشري على روحك ونقص التعب على روحك. لانه شنو يصير؟ لانه هما قبل ما يحضروا الخبز راهو يعرجوا، يولي توغيفيي السيريال، يولي توغيفيي، دونك لو فيت باش يتعرج دونك لونه باش يكحل، هذيك هي الحكايه، لا كولورون لا حتى شيء. واضح. فوالا، ونحطوا مع التختين نتاعنا شويه ريغوتا، شويه زبده كاكاويه، شويه زبده بوفريوه، حاجه ناتوريل. زبده كاكاوي. اي 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 بيغ دو كاكاويت. لا لا باش يكون فيها شويه سكر مضاف، دونك ما يقلقش خيتو، مش واضح حاجه. واضح. لا لا ما يقلقش. ما بين فطور صباح وفطور نص نهار نحاولوا نشربوا إترا ماء، لانه راهو الماء لازمو، ما ننساوش كو سوسوا صيف كو سوسوا شتي، هذه ديما حاجه اللي نقولها، عرفت الحق معناتها الماء سي تري امبورطون. فما عباد تنسى مالوغوزمون. اكزاكتومون. حد بوزه قدامك باش تتفك اللي انت لازمك تشرب. اي بالنسبه للفطور نص نهار باش نبداو يا اما باللي سلات، راني كي نقول سلات با فورسيمون سلطه نيه، راه تنجم تاخذ كعبيت قرع اخضر، كعبيت بتنجان، كعبه قناريه، توا وقت القناريه، دونك هذوما الكل خضره باهيه برشا، خاطر فما برشا عباد يقول لك انا ما نحبش السلطه نيه توا في البرد، ديجا حاجه بارده نحب حاجه دافيه، دونك نجمو نعوضوا راه السلطه الخضراء بكعبه قناريه، كعبيت قرع اخضر نعملوهم سوتي، خضره يعني الكل راهي توا وقت البروكلو، توا وقت اللوبيا الخضراء، نجمو نعملوا سلطه لوبيا خضراء بشويه سبناخ. فوالا دونك هذا كل سي تري امبورطون للعبيد اللي يقول لك انا مثلا باش نعمل كسكسي وشربه، راهو زوز مع بعضهم لا، على خاطر الشربه سيريال والكسكسي سيريال، دونك يا هذه يا هذه. واضح. دونك للعبيد اللي يحبوا يبداو بشربه، راهو وقتها باش تستغنى على الكسكسي والمقرونه، وقتها باش تولي تاخذ حاجه جاريه، الحوته والا اسكالوب مشويه وسلطه. وللعبيد اللي عندهم بلا برينسيبال باش ياكلوه بالمغرفه، وقتها نزيدو كيما قلت لك يا اما دي ليغوم سوتي والا سلطه نيه. باه نفهم من كلامك، المقلي نحيم هوني نحيو المقلي في الريجيم هذا، المقلي والمقلي. المقلي والمقلي. نقول لك حاجه، احنا توا راه والله في وقت شكون يقلي بربي؟ ما حاش تنجم تقلي ولا فما اللي يقلي، وقتاش باش تقلي وقتاش؟ نقول لك حاجه، راه المقلي ياخذ برشا وقت. اختي معناتها نقول هذا افونتاج اللي احنا ما عادش نجمو نقليو، ماكسيمم باش تقلي قرن فلفل في الكسكسي كي باش تطيبو. اللي عنده صغار اللي اوبليجي باش يقلي لهم الفريت، يحبوا الفريت، دونك فورسيمون باش تاكل معاهم. والكافتيجي مقلي، هذا الكل راس اختي باش يكون مره في الجمعه. هذا الكل جو تاسيغ، مراه تخدم امبوسيبل تعمل هذا الكل في وسط الجمعه، كان عملت فريمون برافو. حتى كان هو مقلي نقول لها برافو. دونك المقلي لي المقلي لي دو بريفيرونس، اما انا ريت الحاجه هذيا تري غارمون وين يسالوا لي تيلمون العباد ما عندهمش وقت باش يقليو. دونك مره في الفيلم ميساج، مره في الجمعه تري بيان، اللي احنا بالحق ماكلتنا ما عادش نلقاو الوقت باش نطيبوا الماكله المقليه. دونك سي تري سامبل، ارتحنا منها الحكايه. باه دونك مره في الجمعه. اي باغ كونتر الكافتيجي، انت توا حكيت لي على الكافتيجي، انت في بالك اللي الكافتيجي اللي في الفور وكي تعمل معاه العظمه في بلاصه ما تقليها في الماء، تعملها بوشي في الماء، يجيبني برشا بالحق والله. وجربته معناتها تيستي اي ابروفي. مانيش باش نحكي لك على حاجه ماستا، على خاطر بالحق حاجه جربتها، دونك جو تو غارونتي انها حاجه بنينه. جربت دونك نعرف. تخي بيان. فوالا دونك توا باش نمشيو للومجا. انت بكري قلت لي لومجا شنو نجمو ناخذوا فيها؟ انا ديما راه تضحكني كلمه لومجا، خاطر ذاك في الصغيرات. اي ميسالش ميسالش، انت راك ريت كي تاكل اللومجا نتاعك، فما برشا عباد تقول لي لا ميسالش انا تنقص على الماكله من ماضي ساعه وما ناخذش اللومجا نتاعي، انا مستغني عليها فيو كو جي با لطون، فيو كو هذاك وقت مرويحي بالاولاد. نقول لها انا ما تستغنيش عليها، على خاطر شنو فيها؟ فيها انفيجون يا تي اخضر يا بسباس يا ترونجيه باش نخرجوا لي توكسين اللي في بدننا. نجمو ناخذوا ان كاري شوكولا نوار، نجمو ناخذوا كعبه غله وكعبه فروي سيك، دونك يا كعبه لوز يا كعبه زوزه، المفيد مش معرجين باش هكاك تاخذ لي بون ليبيد اللي فيها. فوالا دونك يوفى نهارنا باللمجه. اي يوفى نهارنا باللمجه، ونلقاو رواحنا بيان سور سولون ليكسي دو بوا اللي انت زايدتو، تلقى روحك مينيموم باش تنحي 4 كيلو في الشهر. 4 كيلو في الشهر بالريزلت بالريجيم هذايا 4 كيلو في الشهر. اي مينيموم، اما راهو ديما انت وليكسي دو بوا، معناتها اذا كان واحد عنده مثلا 20 كيلو زايدين في بدنه ينجم يوصل ينقص حتى 6 كيلو راهو باغ موا. ما انا ديما نقول اللي راهو مش الفايده في قداش باش تنقص، الفايده تكون انت متصالحه مع روحك تو الكيلوات يجيو وحد.
حدا وما حدا. فوالا الفايدة مش تعمل غيجيم بعد والديه وتعب وما عندها جامش تقاوم. هوني جست كامل. اي سورتو با افي يويو زادة تعاود ترجع تزيدهم الكيلوات. اي نعاونوا بالرياضة؟ تعاون الرياضة هوني ولا؟ تعاون فما حتى شيء ما يعاونش، أما راهو إيديالمون ما نعملوش حاجة اللي نعملوا كل شيء فرد وقت وبعد تسلم وتتعب. يعني أنت من الأول مانيش طالبة منك أنا باش تتبدل 180 درجة، نبداو بالغيجيم ببساطة وبعد كي تحب تزيد هكا أون أكتيفيتي شوية سبور وشوية مارش غابيد في الشارع ما فيها بس واحدة واحدة. إكزاكتومون. سي سور واحنا، مي سي أن غيجيم اللي العباد برشا تحبو جوست ما خاطر ما فيهش حرمان بالحق، يعني مش كيما الغيجيم بروتيني وكل لي ريجيم اللي نجمو نحكي فيهم. اكزاكتومون دونك لهنا لا نحينا الفارينه لا نحينا الخبز لا نحينا الغله نحينا كان السكر اكا هو سافا يتسمى سافا يتسمى ريجيم دو وي. هو ايجين دو في يعني ايجين دو في وبازي على السيم تاعنا يعني اللي احنا مستنسين بيه يعني ما دي حاجه مستنسين بها. ميرسي بوكو رضا العاوني ذكري انت اخصائيه في التغذيه، ميرسي على النصائح هذوما الكل. مازلنا معكم بيان سور في الساعه الثانيه نتاع الماك دي كان دابا تو نقعدوا مع شيماء في الميتيو والاخبار. IFM